ثلاث سنوات كانت كافية لقيادة نداء تونس للمرور من مرحلة التأسيس إلى الحكم مرورا بالتعبئة الشعبية. ثلاث سنوات تحققت خلالها أهداف ولازال بعضها قيد الانتظار. خذنا الانتخابات بكل جدارة بحزب غض عمره سنتين وحصلنا على المرتبة الأولى. الآن هذا اليوم هو يوم انطلاقة جديدة للحزب، هو يوم التأسيس الثاني بقيادة المؤسسات، بحزب ديمقراطي، بحزب يبني لسنوات طويلة قادمة. هذا هو الرسالة وهذه هي المناسبة اليوم. إلى أن النجاح الانتخابي الذي حققه الحزب وسيطرته على البرلمان ورئاسة الجمهورية جعلته يغير من تحالفاته، أمر خلف امتعاضا لدى حلفاء الأمس وقلقا لدى شريحة واسعة من قاعدته الانتخابية. النداء تغير في اتجاه قبول الناظر، تحالف الحاكم متناقضين في الرؤى متاعهم لتونس، منوال التنمية مختلفين، افاق تونس والنداء ما هم عندهم يحملوش نفس المنوال نفس الرؤية، حتى فأنه في مجلس وزراء يبدو أنه زوز وزراء من الأحزاب هذية تعاركوا من أجل أنه كل واحد يقدم في منوال التنمية، فالرؤية ما نحسوش أن فما مقود واللي فما شاف دوركيستر شاد يقول ها وين ماشيين، والحكومة الكل تبعني والمجتمع تبعني، وإحنا وقتها مستعدين أن نتبعوا مصلحة البلاد نتبعوا الحكومة. وتبقى المشاكل الداخلية وتعويض القيادات التي تولت مناصب وزارية وحكومية من أبرز التحديات التي يعيشها حزب نداء تونس. رغم النزاعات الداخلية، نجح حزب نداء تونس بعد ثلاث سنوات على تأسيسه من الوصول إلى دفة الحكم، وبات القوة السياسية الأولى في البرلمان، إلا أن تراكم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في البلاد والتقلبات التي تشهدها الساحة السياسية تشكل امتحانا له حول كيفية اجتياز هذه الصعاب. أيمن الرزقي، سكاي نيوز عربية، تونس.